تعود منافسات دوري أبطال أفريقيا من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بلقاء هام، حيث يحل الأهلي المصري ضيفاً على سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي. ويريد الأهلي الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الفريق يعاني من عدد كبير من الإصابات، كما أن الإرهاق يضرب الفريق بسبب مشاركة لاعبيه في المنتخب. وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت معه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميديام الغاني، حيث حصد بطل مصر 12 نقطة من الفوز بثلاث مباريات والتعادل في مثلها، ولم يلقى أي خسارة. ويفتقد الأهلي في تلك المباراة لجهود محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور، والمالي إليو ديانج، والفلسطيني وسام أبو علي، وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود الزنفلي، وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي. وسبق أن التقى الفريقان مرتين في الموسم الحالي في النسخة الأولى للدوري الأفريقي، وكانت النتيجة التعادل ذهاباً وإياباً بهدفين لمثلهما وبهدف لمثله، واستفاد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الأرض ليتأهل للدور التالي.